طبعا احنا كمركز شباب الجزيره لابد نكون مسبقين، فاحنا ان شاء الله في سبيلنا ان احنا نعمل 3 اماكن لعرض المباريات للاعضاء وغير الاعضاء والمرافقين والزائرين مركز شباب الجزيره. طبعا هي شاشات عملاقه بتشرف عليها شركات متخصصه، ان شاء الله هنا في منطقه المسرح الروماني، هي دي احد المناطق اللي هيتم فيها اذاعه المباريات، وهي من الاماكن اللي تستقبل اعداد كبيره جدا. وطبعا كان تم فيها اكثر من حدث في كاس العالم، برضو عرضنا البطوله العربيه، كافه المباريات اللي ليها طابع دولي او على مستوى المسابقات الدوليه او العربيه او الافريقيه بيتم عرضها هنا على شاشات عملاقه في منطقه المسرح الروماني. زي ما حضرتك شايف المسرح الروماني ليه طابع خاص، بيتستقبل عدد كبير جدا من المشاهدين، قد يصل الى 5000 مشاهد في المنطقه دي. احنا بنعده وبنجهزه بشكل يناسب استقبال المشاهدين بشكل يكون لائق بيهم، يكون في انسابيه في دخولهم وخروجهم وتواجدهم داخل المنطقه المسرح الروماني. وطبعا هيكون في شاشه عملاقه مساحتها 6 متر في 4 متر، شاشه ليد مش داتا شو، شاشات طبعا فيها تقنيه حديثه جدا عشان يبقى الرؤيه واضحه بشكل مناسب. اكيد طبعا هتبقى فكره كويسه جدا، لان الواحد بيحب يقضي معظم اوقاته هنا، فما يكون ميعاد الماتش طبعا هيبقى متاح ان انا اتفرج على الماتش والاسره موجوده جنبي او في المكان القريب مني، فهتبقى احسن طبعا بكتير. بما ان هنا المكان واسع وفكره كويسه ان انا اعرف اجي انا واولادي مثلا، اولادي يلعبوا في النادي واحنا نتفرج على الماتش براحتنا، والمكان هنا يسمح بكده، فهي فكره كويسه جدا طبعا. شيء جميل جدا وشيء يحترم، ممكن اجي انا والاولاد ان هو نتفرج على المطوشه ويبقى يوم جميل وممتع يعني. بتوجيهات معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، احنا مركز شباب العبور جاهز ومنجهزه من بدري طبعا لهذه المناسبه، واستعداد تام لمشاهده مباريات بطوله كاس الامم الافريقيه. وطبعا عندنا النادي الاجتماعي هنا يعني يسع اكثر من 5000 نسمه، وزي ما حضرتك شايف احنا مجهزين طبعا، الكراسي موجوده والشاشات ان شاء الله هتبقى موجوده، وده طبعا برعايه معالي وزير الشباب والرياضه، وطبعا حرص السيد رئيس الجمهوريه على استضافة هذه البطولة في أرض مصر. بنتمنى التوفيق لمنتخبنا والفوز إن شاء الله بهذه البطولة. احنا عندنا استعداد تام من فترة، بقالنا شهر بيتم الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية على مستوى عالي، متأمن أمنيا ومن الدفاع المدني ومن كل الجهات الممثلة عندنا في تأمين المواطنين، إن الباب هيتفتح للمواطنين مجانا لمشاهدة جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية. أنا بس عاوز أنوه هنا إن أنا عندي قناة وطنية بتذيع الحدث على مستوى كل المباريات، ودي حاجة كويسة ولأول مرة، قناة تايم سبورت. وطبعا بتوجيهات بالنسبة لنا من معالي الوزير أشرف صبحي إن احنا نفتح الباب للجمهور كله والمواطنين مجانا عشان يشاهدوا جميع المباريات عندنا. احنا عندنا في حدود 5000 كرسي وأكثر للمشاهدين، علشان مدينة العبور وخارج مدينة العبور المتواجد في المدينة يتفضل وهيشرفنا وهيلاقي كل الترحيب وهيلاقي كل الإمكانيات متوفرة عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للخدمات حضرتك، تم التنسيق طبعا مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية في طبعا تأمين البطولة أمنيا، في طبعا اسم شرطة مدينة العبور في تعاون كبير معاه، تم بالفعل معاينة المكان من خلال اسم شرطة العبور ويصوروا المكان برضه، وفي استعدادات وتم التواصل مع مأمور الاسم في تأمين البطولة إن شاء الله المشاهدة. وطبعا فريق الحماية المدنية تم معاينة الحماية، نقط الحماية المدنية هنا في المركز، وتم مراجعة كل نقط الحماية المدنية، ولو في حاجات كانت محتاجة صيانة تم إن شاء الله صيانتها. في طفايات حريق موجودة إن شاء الله برضه، لا قدر الله ربنا يجيبش حاجة وحشة لو في أي حاجة. بالنسبه لقناه تايم سبورت، دي قناه كل المصريين، قناه الناس البسيطه جدا، قناه الناس اللي هم اللي على قدهم قوي، ان القناه دي متاحه سواء
بس أرضي أو بس في مراكز شباب أو بس في منازل الجماهير. فالقناة دي قناة المصريين، إن من خلالها كل المصريين بالكامل في جمهورية مصر العربية كلهم هيشاهدوا البطولة كلها من خلال القناة، وده شيء جميل جدا وده شيء كويس لكل المصريين إن في قناة مصرية بتزاع المصريات دي بدل الاحتكار اللي هو كان موجود بالنسبه للقنوات اللي كانت قبل كده. بالنسبه لتجهيزاتنا، تجهيزاتنا احنا شغالين على قدم الوثائق بالنسبه للتجهيزات، بالنسبه للاعداد تحت، بالنسبه للشاشات اللي هتكون موجوده، بالنسبه للاذاعات كلها احنا جاهزين ومجهزين كل حاجه بالنسبه للقناه كمان. احنا من خلال الحفلات اللي بتتعمل في الاعياد والمناسبات اللي بتتعمل في المركز، العدد العادي اللي احنا ممكن نوصل 10,000 جنيه، لكن من خلال البطوله باذن ربنا العدد هيتضاعف، ممكن يوصل ل 20 و25,000 عضو. وبعدين احنا ان شاء الله بالنسبه للعضو او غير العضو باذن ربنا احنا هنفتح كل الابواب بتاعتنا عشان كل المصريين كلهم يشاهدوا الماتشات من خلال قناه تايم سبورت. عندنا اكتر من شاشه عرض موجوده، من ضمنها القاعه المصغره دي، وفي قاعه بتساع على حمام السباحه بتساع اكتر من 15,000 عضو. عندنا قاعه تحت في المدرجات السفليه، عندنا اكتر من مساحه مجهزه ومؤهله لاستقبال عدد اعضاء ما يزيد عن 25,000 مواطن، مش شرط يكونوا اعضاء، لان احنا هنا كلنا بنتكلم عن مصر. وبإذن الله بإذن الله بالجماهير دي هنحقق وهناخد البطولة إن شاء الله. وبنشكر قناة تايم سبورت على استمرارها ودعمنا في جزئية عرض بطولة الأمم الإفريقية باستمرار. بصراحة يا تايم سبورت موفرنا كل حاجة، حتى يعني كمادية، ككل حاجة، كراحة لنفسنا، بدل مثلا دور في كافيهات، وكمان مركز شباب التجمع الأول هنا كويس برضو في حاجات مثلا الشاشات والكلام ده كله موفر لنا، مثلا كفايه ما بلاقيش مكان ساعات على طول. وتيم سبورت برضو حاجه كويسه اللي هي عاملاها معانا بصراحه، ان شاء الله باذن الله كلنا نتابعها، لان برضو النادي موفر لنا كل حاجه، المركز الشباب موفر لنا كل حاجه، موفر لنا شاشه عرض كبيره وكراسي كتير، وطبعا في جمهور كبير اصلا للقناه ما شاء الله، يعني كلنا بنحبها جدا ومتابعين القناه كلنا باذن الله. هتفرج هنا في تجهيزات النادي، وبرضو هتابع على تايم سبورت. هشجع مصر على تايم سبورت.